وين تكون يا العزيز؟ الجزائر ابن امه. وين الجزائر؟ ابن امه تاعك هادي مهدي. اها الجلفه صاحبي. نسى طلعوه معاكم وتخيموهم وديروهم لي ديديكاس وتهضروا معاهم بالبيان او جتيبيا او جل منقار. ما تحشمش على روحك داك النهار من البارسي مش عارف صرالك. ما قيش باش تخلص تاع تيكي تاع بيش يدير 100 اورو ولا تاع ترا. ما قيش باش تخلص عندك اربع سنين تما في اوروبا قاعدين مريحين. عندكم خمسه تاع لي زونسون تاع لاكوس وبدلوهم ما بيناتكم. ما تغسلوهمش ميم با لي زاريني. كريكم خانزين فيك. نعرفوا كاع شي كاين. نعرفوا كاع كي عايشين. نعرفوا كاع وهذوك بزوز اللي طالعين معاك هذوك قبل نهضروش عليهم. كي قلت كيفهم انا كنت كالي الارض قاعدين مجمعين دايرين لاي لايف يخسروا في ولاد الناس منا عشوائي منا. ما عندكم ما تقدروش تروحوا تبع اسماءكم مسميين ارواحكم. ما خليتوش الناس تسميكم مسميين ارواحكم. بهاليل طلعتوا السيد قهرتوه. انا فيديو ما كنت شايفها ميم با تو ولا ما كنت شايفها. كنت غير نسمع بلي واحد تاع جلفه وهذا شتا مسكين دار فيديو. كتبت له معليش خويا نورمال عباكم حرقتوها قسما بالله. وانتوما طلعتوهم تشوفوا 3K 4K 5K في لي زوم زاين. واش زاين واش لي زوم عباكم هادوك عايشين في الواقع ولا ما بالكش. هذا انسان محترم هذا اللي طلعوا تاع الجلفه ولد عصر وتقع عنده كيما قال لك لي برينسيپ وتقع عنده بزاف تاع صوالح. هادو مدرحين خرجوا طلبوا سماع من السيد. خرجوا طلبوا سماع من السيد لاخاطر درتوا له عقده والناس هاي تهضر وبزاف تاع صوالح وما يديروش هكا للرجال. ولا كنتوا رجال خرجوا طلبوا منه سماع. السلام عليكم.